وللمزيد حول برامج الدولة في مجال الحماية الاجتماعية معنا عبر الهاتف الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. دكتور عبد المنعم، بعد التحية، كيف ترى برامج الحماية الاجتماعية التي تعلنها الدولة من وقت لآخر؟ أهلا بحضرتك. أهلا. يمكن الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة زادت معدلات برامج الحماية الاجتماعية بشكل كبير، ربما الموازنة العامة المصرية تؤكد ذلك، أنه عندنا بند الدعم تجاوز قيمته 529 مليار جنيه مصري خلال العام الحالي 23-24، بالإضافة إلى زيادات أيضا في بعض كثير من الجنود، لعل أهمها التوسع في برنامج التكافل وكرامة حتى أنه يغطي 4 مليون أسرة، يعني بنتحدث في حدود 22-25 مليون مواطن. أيضا زيادة المعاشات الخاصة بالضمان الاجتماعي، زيادة الأعباء العائلية، زيادة الإعفاءات الضريبية الخاصة على الدخل الشخصي. الهدف كل ده أن يكون هناك تقليل لسطوة وهيمنة التضخم العالمي وتقليل نسبة التوصل للتضخم للمواطن. في تضخم في الدولة المصرية، يمكن كما تم الإعلان عنه أنه التضخم في حدود 41% خلال شهر أغسطس ويوليو، لكن على الأقل الدولة المصرية حاولت جاهدة أن يكون هناك تقليل وتخفيض لتأثير هذا التضخم بشكل كبير. ربما فاتورة الاستيراد الخارجية هي التي تجاوزت 86 مليار لوجود التضخم على مستوى العالم، كل ده كان له تأثير على متوسط الأسعار، لكن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات الهدف منها يكون هناك توسع في مظلة الحماية الاجتماعية، توسع في شبكة الحماية من خلال مجموعة من الإجراءات كما ذكرنا، وأيضا إجراءات إضافية سواء كانت أيضا إجراءات لدعم مشروعات الشباب من خلال وجود قانون 152 الخاص بالمشروعات الصغيرة المتوسطة، في سواء كان من خلال إجراءات المحاسبة الضريبية المبسطة أو من خلال التوسع في تقديم مساعدات للشباب سواء كان في عملية الإسكان محدود الدخل وإسكان متوسط الدخول، وزيادة حجم الإنفاق على الإسكان محدود الدخل لتجاوز 10 مليار جنيه خلال عام 22-23، وأيضا تقديم خدمات أكثر سهولة سواء كان في مجال الصحة اللي زادت فيها المخصصات لأكثر من 178 مليار جنيه خلال العام الماضي. إلى أي مدى تسهم هذه البرامج بجانب تأثيرها على الاقتصاد الوطني؟ إلى أي مدى يمكن أن تساهم في تخفيف العبء عن المواطنين؟ بلا شك أن هذه الإجراءات الحمائية اللي اتخذتها الدولة المصرية الهدف منها الأساسي أن يكون تقليل الإحساس بعملية زيادة الأسعار. يمكن تصريح دولة رئيس الوزراء من قبل أن هناك تخصيص لأكثر من 130 مليار جنيه مصري، دي كانت موجودة في الموازنات، موازنة عام 22-23، الهدف منها أن أنا أقلل يعني حجم التضخم العالمي الموجود اللي موجود. احنا بنتكلم ان الدول الاوروبية حجم والولايات المتحدة حجم التضخم كان في وقت من الاوقات وصل ل 9%، ولكن التضخم ليس ده متوسط، لكن كثير من السلع الاستراتيجية والسلع الغذائية معدلات التضخم فيها تجاوزت اكتر من 70-80%. مثال واضح على ذلك الزيوت على مستوى العالم زادت بنسبة اكتر من 78%، الأقماح زادت بنسبة وصلت لأكثر من 110% التضخم وزيادة في الأسعار، من 270 دولار للطن وصل ل 530، ثم النهارده انخفض إلى 380، يعني حتى معدل بعد الانخفاض فمعدل التضخم وزيادة الأسعار فيه تجاوز ال 80%، وكثير من السلع الغذائية على مستوى العالم زادت بشكل كبير. كان هدف الدولة المصرية إنها تقلل ما تنقلش التضخم ده الخارجي إلى المواطن مباشرة، لكن على الأقل يكون هناك امتصاص لجزء منه على مستوى الدولة تتحمله كأعباء مالية، الدولة تتحمله، الموازنة العامة تتحمله، مقابل أنه معدل التضخم ينخفض يكون في حدود 40%، ويمكن الدولة النهاردة جاهدة بتحاول تقليله ليصل إلى ما بين 25-30% خلال العام 23-24. نعم، الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.